الكرام، ما زلنا مستمرين في هذه التغطية من داخل مجلس الشيوخ، ومعنا في هذا اللقاء سيادة النائب عبد الخالق محمد عياد. بنرحب بحضرتك يا فندم، وما هي أبرز المكاسب التي ستعود على الحياة النيابية والحياة السياسية في مصر من عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى؟ تمام. أولا النهاردة كان يوم جميل جدا، حافل ب أنا بعتبر يوم تاريخي، لأن عودة مجلس الشيوخ دي حاجة طبعا تسجل في تاريخ مصر في الوقت الحاضر، لأن مجلس الشيوخ هو بطبيعته هو المجلس اللي بيفكر، هو الفكر، هو صحيح ما بينفذش لكن بيفكر. احنا عايزين ايه؟ يعني هدفنا كلنا ايه في الدنيا؟ عايزين ما نخليش حتة ارض في مصر مش مستغلة، ما عليهاش استثمار، ما عليهاش منفعة. وعشان هو ده السبيل ايه؟ ان لما توظف الارض هتجيب بني ادم، يبقى هو ده السبيل الوحيد ان احنا نشغل الناس. اول ما تبقى الارض بتاعتنا كلها مستغلة والناس كلها شغالة، يبقى احنا حققنا المراد، حققنا اللي بيسموها التنمية والإصلاح والنمو الاقتصادي وكل الحاجات دي. لنا في ذلك ايه حضرتك؟ لو احنا بصينا اللي حصل في خلال 5 سنين ورقبناه، هتلاقي حضرتك ايه اللي حصل. شفت انت الصحراء اللي اتضافت على مساحة مصر؟ الصحراء دي ما كانتش عمرانة من 5 سنين. شوف مثلا السكك اللي اتعملت، شوف مثلا القطر اللي هيطلع من 6 اكتوبر يوصل العاصمه الاداريه. الناس مش واخده بالها ان هو ده ايه، ده اتعمل اشتغل فيه كم واحد، وبعد ما هيخلص بقى الناس اللي اشتغلوا دول هيروحوا يشتغلوا في حته ثانيه، وهيجي ناس بقى يشتغلوا يشتغلوا بقى في المشروع ده. يبقى في ناس بتشتغل، عايزين الناس تشتغل على طول، عايزين يبقى دايما في ناس بتشتغل. وعشان الناس تشتغل لازم يبقى في حاجتين، واحد بيستثمر وارض، ولا انا بقول حاجه مش طبيعيه؟ القانون بيشرع، والقانون طبعا القانون هو اللي بيشرع. القانون احنا بقى هنا دورنا ايه؟ دورنا نفتح، لان ده مجلس مليان خبره، خبره في الاقتصاد، خبره في القانون، خبره في الزراعه، خبره في يعني هتلاقي من 300 واحد دول عندنا خبرة، بجانب عندنا ناس في التراث، لأن الشعب بلا تراث شعب بلا فكر، شعب يعني حضرتك أنت النهاردة أنت يعني لك قيمة في المجتمع، أنت بتنور الناس. يعني هو الفكرة كلها أن يبقى في الشعب ده في كفاءات متعددة، ما هوش بس إيه كده. ولذلك معنا إيه؟ معنا أدباء، معنا فنانين أسعدوا الجمهور. خليني أسأل على أن مجلس الشيوخ هذه المرة به تنويعة مميزة من أعضائه، وبعدين الجمال فيه أنه مش حزبي، يعني إحنا بننتمي إلى أحزاب صحيح، لكن خلاص دخلنا هنا هتلاقي في إيه هدف واحد، مفيش يعني إيه مفيش ده كلا وكلا، هو هدفنا واحد، هو إيه؟ أن إحنا نشغل الناس، نوظف أرض مصر عشان ننمو اقتصاديا، وفي جانب كده يبقى فيه ايه؟ في تراث، عندنا تراث، عندنا ادب، عندنا مجتمع المدني له نشاط، عندنا تكافل اجتماعي، عندنا حنان على بعض، عندنا تعاطف على بعض. يعني لان مفيش ناس تعيش بالماده بس، الناس بتعيش بالماده وتعيش بايه؟ بالتعاطف والتكامل. مين اللي بيخلق بقى التعاطف ده كده؟ الادب. فاكر انت ما تفتكرش طبعا زمان كانت الافلام الابيض والاسود ديت كانت مدرسه، بتخش فيلم ابيض واسود تطلع في الاخر بيقول لك ايه العبره من الفيلم، تلاقي البطل في الاخر جاي ايه قال كلمتين كده اللي هم يعني ايه العبره اللي الواحد خدها من الفيلم. يعني عايزين ده. شكرا جزيلا سيادة النائب. شكرا جزيلا حضرتك.